السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن زيادة الرواتب الجديدة وقيمة العلاوة الدورية للقطاع الخاص والقطاع الحكومي وميعاد صرفها. قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان توصلوك كل الفيديوهات الجديدة. يبدأ القطاع الخاص في صرف العلاوة الدورية السنوية للقطاعين بالقطاع الخاص بداية من السنة المحاسبية الجديدة، واللي هتكون في يناير أو يوليو، وتقدر ب3% من الحد الأدنى لقيمة الاشتراك التأميني بموجب ما ينص عليه القانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث نص القانون على أنه يصرف للعامل علاوة دورية تقدر ب3% بشكل سنوي. وكان المجلس القومي للأجور أصدر قرار في ضوء ما نص عليه قانون العمل بإلزام القطاع الخاص مع بداية السنة المحاسبية تقدر ب3% من الحد الأدنى للاشتراك التأميني، وذلك إلى جانب قرار ينص على زيادة الحد الأدنى للأجور والمقدر من 2400 جنيه ليصبح 2700 جنيه بعد الزيادة. وأرسلت وزارة القوى العاملة كتابا دوريا للمخاطبين بالقانون يلزمهم بصرف الحد الأدنى للأجور وذلك العلاوة الدورية. وهناك فارق ما بين العلاوة الدورية بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي من حيث القيمة ومن حيث الموعد، حيث يصدر كل منهما بضوابط معينة. أول حاجة هنتكلم عنها موعد صرف العلاوة الدورية. بالنسبة لموعد صرف العلاوة الدورية يختلف في القطاعين، القطاع الخاص والقطاع الحكومي. تصرف العلاوة الدورية في القطاع الحكومي في شهر يوليو من كل عام، وده طبعا وفقا لقانون الخدمة المدنية اللي بيعد الإطار القانوني اللي بيعمل بيه العاملين في القطاع الحكومي والجهاز الإداري بالدولة. فيما يخص القطاع الخاص بيخضع لأحكام قانون العمل، وبتمنح العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري بالدولة في شهر يوليو من كل عام. وبعد كده هنتكلم أما بالنسبة لصرف العلاوة الدورية للقطاع الخاص، فتمنح في بداية السنة المحاسبية، واللي بتختلف من شركة الأخرى، حيث تكون أحيانا في شهر يناير وهي الأكثر شيوعا أو شهر يوليو، وذلك بما ينص عليه قانون العمل. قيمة العلاوة الدورية تختلف بين القطاعين، القطاع الخاص والقطاع الحكومي. في القطاع الحكومي حدد قانون الخدمة المدنية أن نسبة العلاوة الدورية يتم صرفها في يناير من كل عام بحد أدنى 7% من الأجر الأساسي اللي بيتقاضاه الموظف، لكنها ليست ثابتة، حيث تختلف تلك النسبة من عام لآخر كما نص عليها القانون، على أن تراجع الحكومة نسبة العلاوة الدورية التي يتم صرفها للموظفين بشكل دوري، وذلك بما يتوافق مع حجم التضخم. أما بالنسبة للقطاع الخاص فتقاس العلاوة الدورية بحسب الاشتراك التأميني، واللي نص عليه أن يصرف للعاملين بالقطاع الخاص دورية تقدر ب3% من قيمة الاشتراك التأميني، ويتابع المجلس القومي للأجور تطبيق هذه الزيادة. بالنسبة للحد الأدنى للأجور، كان الحد الأدنى للأجور قررت الحكومة في وقت سابق رفعه ليصل إلى 3000 جنيه، كما قام القطاع الخاص بزيادته أيضا ل2700 جنيه، ومن المنتظر أن هيتم تحريك المبلغ وتغييره في الفترة المقبلة. كده يبقى احنا اتكلمنا عن العلاوة وزيادة الرواتب الجديدة والعلاوة الدورية، الفرق بينها وبين القطاع الخاص والقطاع العام وكل التفاصيل الخاصة بيها. لو في اي جديد هتعرفوه هنا في القناة، فما تنسوش الاشتراك واللايك والشير عشان يوصلوك كل جديد. ومع السلامة.